لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. بات فريق الوداد على موعد مع مواجهة قوية في الدور الربع النهائي ضد نادي شباب الوزداد الجزائري، حيث يحل فريق الوداد ضيفا ثقيلا في مقابلة الذهاب على نادي شباب الوزداد في ملعب 5 جولية بالعاصمة الجزائر. ويسعى فريق الوداد للعودة بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب على أرضية مراكا محمد الخامس، وذلك لحسمه التأهل إلى الدور النصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على حساب نادي شباب الوزداد الجزائري. ويخوض فريق الوداد المواجهة ضد نادي شباب الوزداد الجزائري يوم السبت 16 أبريل انطلاقا من الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي والساعة 10 مساء بتوقيت الجزائر، وذلك في مقابلة الذهاب بالدور الربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية بالإضافة لقناة الرياضية المغربية على البث الأرضي.